السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سنواصل اليوم إن شاء الله في اللقاء أو اللقاء الثاني، ونواصل فيما انقطع من حديث من اللقاء الأول، واللي نحن كنا ماسكين في تعريف البنوك والسياسات الرئيسية أيضا للبنوك. نواصل في ذلك إن شاء الله. قبل ما نواصل، أنا نزلت لكم الشرائح في المنتدى العام، ففي اليوم الأول غرفة حمل معي، لكن الحمد لله نزل اليوم الصباح وضعت لكم في المنتدى. فشوفوا الشرائح، إذا عندكم أي مقرر ثاني، أي يعني اللهم صل على سيدنا محمد، أي تفريق آخر هو نفس الشيء، ما في مشكلة إن شاء الله. واضح الصوت شباب؟ الصوت واضح؟ تمام. فنحن تقريبا وصلنا إيش؟ السياسات التي يمكن أن تهيجها البنك. ما هي أهم السياسات التي يمكن أن ينتهجها البنك؟ وهي واحد، سياسة تتعلق بالخدمات المصرفية التي تؤدى للعملاء. اثنين، سياسة تتعلق بالالتزامات الخاصة بالقروض. ثلاثة، سياسة تتعلق بالالتزامات الخاصة بالاستثمارات. سياسة تتعلق بالموازنة بين حجم القروض وحجم الاستثمارات. سياسة تتعلق بالسحب من الودائع، واللي تتعلق ليس السيولة. فهذه خمسة سياسات بينتهيج البنك، وهذه السياسات إن شاء الله هتقابلنا واحدة واحدة في الفصول القادمة بإذن الله تعالى. مثلا السياسة تتعلق بالخدمات، الخدمات اللي بيقدمها البنك للعملاء. أي خدمة الآن نحن بيقدمها لنا العملاء، بيقدمها لنا البنك للعميل، اللي هي مثلا يا جماعة خدمة السحب وخدمة الإيداع وخدمة الخدمات اللي من خلال حسابك انت بتأديها، وخدمة تحصيل الشيكات، وخدمة يعني دفع المستحقات للعميل. كل هذه تعتبر خدمات بيقدمها البنك للعميل عشان يجذب الودائع بتاعته. سياسة تتعلق بالالتزامات الخاصة بالقروض. هذه الالتزامات اللي هي اللي بيدفع بعد ما البنك يعطيك مثلا قرض، اللي هي الالتزام على العميل اللي هو بيدفع مثلا قيمة القرض أو أقساط القروض مع الفوائد بتاعتها. هل في بعض القروض يا جماعة العميل بيدفع الفوائد مع الأقساط، وفي بعض القروض العميل يدفع القرض والفوائد إيش في نهاية الفترة. طيب، ثلاثة، سياسة تتعلق بالالتزامات الخاصة بالاستثمارات، وهذه خاصة بالبنك. فالبنوك التجارية هنا تختلف عن البنوك الإسلامية، أو نقول البنوك الربوية تختلف عن البنوك الإسلامية. فالبنوك الإسلامية يا جماعة تشتغل بحاجة اسمها اللي هي الصيغ، إنه صيغ ثلاثة اللي هي المرابحة والشراكة والمضاربة، هذه البنوك الإسلامية. أما البنوك الربوية اللي هي التجارية اللي غير إسلامية، فهي ما عندها شروط، فهي طالما أنت وضعت أموال للاستثمار فعندك أرباح أو عندك فوائد، سواء كان حقق البنك أرباح أو لم يحقق أرباح، ودي أيضا بنعرفها إن شاء الله قدام. سياسة تتعلق بالموازنة بين حجم القروض وحجم الاستثمارات. سياسة تتعلق بالموازنة بين حجم القروض وحجم الاستثمارات. فهنا أيضا دي خاصة بالبنك، ليست كل الأموال بتروح قروض، وليست كل الأموال بتروح إيش استثمارات. فلذلك حيأخذ البنك جزء من الودائع قروض، يقدمها قروض، وجزء منها أيضا للاستثمارات، عشان يا جماعة البنك ما يكون عنده خلل في السيولة. وأيضا في سياسة تتعلق بالسحب من الودائع، يعني مثلا عندنا الودائع الجارية العميل يمكن أن يسحب في أي وقت ومن دون إشعار والمبلغ اللي هو عاوزه، لكن ودائع التوفير البنوك بتحدد سقف معين للسحب في خلال الشهر. أما الودائع لأجل لا يجوز للعميل أن يسحب
الا في الوقت اللي حدده مع البنك، وده ايضا ان شاء الله بنعرفه سابقا. فهنا السياسات التي يجتهدها البنك اللي هي خمس سياسات كرؤوس اقلام كما هي، واضح؟ ما مطالبين بالشرح. طيب المهم عندنا، المهم ما هي المبادئ التي تحكم اعمال البنك، المبادئ التي تحكم لي اعمال البنك، وهي تقريبا اربع مبادئ اللي بيقوم عليها بتقوم عليها البنوك. اول شيء يا جماعه، اول مبدا من المبادئ التي تحكم لي اعمال البنوك اللي هي السريه، الثقه المطلقه بين البنك وعملائه. ما فينا احد يعرف رصيد احد في البنك ابدا، لا يمكن احد ان يعرف رصيد احد من البنك من خلال امر. الان انت اذا ارسل البنك عشان يعطيك مثلا رصيد اخوك شقيقك او رصيد والدك او مثلا رصيد زوجك او زوجتك، فلا يجوز ابدا، البنك لا يفشي بسر او لا يعطيك اي شيء ابدا، مستحيل. ما في حد الان فينا بيعرف رصيد اخوه في البنك كم، او رصيد والده كم، او رصيد زوجته كم، ابدا لا لا، الا العميل نفسه. فلذلك هذه سريه، والبنك لا يبيه بذلك الا اذا طلبت السلطات الرسميه اللي في الدوله مثلا الحكومه طلبت انها تتابع حساب شخص معين، اذا كان مثلا عليه عنده بعض الشبهه او عنده بعض الاشياء، فلذلك يسمح للدوله انها تتابع أرصدة العملاء بأمر قانوني. لماذا يا جماعة؟ لأن في بعض الإشكاليات مثلا غسيل الأموال، وهي المحافظة على الفرد نفسه والمحافظة على الدولة والاقتصاد، زي غسيل الأموال أو مثلا الـ 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 الأشياء الغير قانونية التي لا تسمح بها الدولة. مثلا في حركة بتاع أموال كثيرة في حسابك، فهنا انت لابد ان يعرفوك ايش شغال. يعني انت مثلا موظف وراتبك مثلا في الشهر يعني ب10,000 مثلا، لكن في الشهر بتدخل لك اموال كثيره جدا، او بتخرج من حسابك اموال كثيره جدا، فالدوله لابد ان تعرف مصدر هذه الاموال من اين. فهي دي يا جماعه هي امان للفرد نفسه وللدوله وللمجتمع. لكن البنك لا يبيح هذا السر اللي هي السرية المطلقة، فهي ثقة، البنك لا يبيع لأشياءك الموجودة في البنك لأي شخص آخر أبدا مهما كانت علاقته بك. أيضا من المبادئ التي تحكم أعمال البنك حسن المعاملة، حسن المعاملة يعني المعاملة اللي بيتلقاها البنك العميل، المعاملة اللي بيتلقاها العميل من البنك. يعني الآن أنت إذا رحت عندك بعض المعاملات في البنك، هل الموظفين يقابلوك او ينهوا لك العمليه وبمعامله طيبه جدا جدا، واللي هي المعامله الحسنه التي يتلقاها العملاء من العاملين بالبنك، وهي السبيل للاحتفاظ بالعملاء الحاليين وجذب عملاء جدد. دائما يا جماعه البنك لما يعامل عملاء ومعامله حسنه، فهنا يمكن ان يحتفظ بالعميل اللي هو عنده ويجذب عملاء جدد. لكن انا اذا رحت البنك وكان الموظفين مثلا بيتنرفزوا معي او ما بيقطوا لي اشيائي مثلا بسرعه، فهنا يمكن ماذا يا جماعه؟ انا اغير رايي في البنك. وايضا هذه يمكن ان تخص البنك انه يختار افضل العاملين لديه وتدريبهم. ايضا التدريب مهم جدا جدا. يعني الان انت اذا توظفت لدى البنك فما بيعطيك المهمه مباشره، لا، لابد ان يعطيك جرعات تدريبيه كيف تعامل العملاء وكيف تنهي العمليه وهكذا. دي الاثنين، الاولى السريه، ثلاثه حسن المعامله التي يتلقاها العميل من البنك من العملاء من العميل من البنك، ثلاثه اللي هي الراحه والسرعه. الراحه والسرعه. الان يا جماعه البنوك يعني وفرت خدمات كثيره جدا جدا للعملاء. يعني من خلال انت الان من المنزل بتاعك، من منزلك او من منزلك يمكن تدخل حسابك سواء كان بالجوال او بالحاسب الالي وتعمل اللي انت عامله، انت اللي عاوزه في يعني حسابك، وهي سرعه اللي يمكن تحول يعني تسحب من اقرب صراف لك، ايضا تودع، تستفسر من بعض الاشياء، تدفع الفواتير بتاعتك، بكلها يا جماعه توفير اكبر قدر من الراحه للعميل، بدلا من ان يرجع العميل الى
الفرع ويأخذ رقم ويجيب صف إلى أن يأتي دوره ويكمل العملية، لا. فلذلك هنا تلبية سرعة تلبية الطلبات أو مطالب العملاء اللي هي الراحة والسرعة للعميل، دي من المبادئ التي تحكم أعمال البنك. أيضا من المبادئ التي تحكم أعمال البنك كثرة الفروع لتيسير حصول العملاء في المناطق الجغرافية المتناثرة على خدمات البنك. كثرة الفروع، دائما يا جماعة نجد أن البنك يوجد عنده أكثر من فرع في المناطق الجغرافية المتناثرة. يعني مثلا عندنا على ضرب أي بنك موجود مثلا عندنا في مدينة الرياض تجد عنده فروع أكثر في مدن أخرى. لماذا هذه؟ لتيسير حصول العملاء في المناطق الجغرافية المتناثرة على خدمات البنك. يعني الشخص اللي موجود في خارج الرياض يجد الخدمات اللي بيقدمها البنك نفسه في هذه المنطقة. ولتوسيع دائرة نشاط البنك وتوزيع مخاطره، أيضا قالوا يعني كون البنك يوزع أفرع أخرى في مناطق جغرافية متناثرة هذه أيضا يعني بيقلل من المخاطر بتاعته. يعني مثلا إذا حصل مثلا لا قدر الله سرقة للبنك أو حريق للبنك فما تحرق كل الأموال اللي موجودة في البنك أو كل الأشياء الموجودة في البنك أو الأوراق، فإذا كان في أفرع أخرى ما بتتضرر بذلك. لتيسير حصول العملاء في المناطق الجغرافية المتناثرة على خدمات البنك، أيضا لتوسيع دائرة نشاط البنك وتوزيع مخاطره وتنويع استثماراته وزيادة أرباحه. أيضا البنك يمكن أن يجذب ودائع أخرى من مناطق جغرافية متنازعة. فهنا يا جماعة المبادئ التي تحكم أعمال البنك اللي هي الأربع مبادئ: سرية، حسن المعاملة، الراحة والسرعة، وكثرة الفروع اللي هي يا جماعة كرؤوس أقلام ما هو طالبين بالشرح بتاعه. أوكي؟ طيب نشوف الشريحة اللي بعدها. اللي هي المتابعة لنفس هذه الشرائح. بس أنا أحمل الشريحة. أو الشرائح اللي بعدها. تابع المحاضرة الثانية اللي هي البنوك التجارية والبنوك المتخصصة. البنوك التجارية والبنوك المتخصصة. تكلمنا عنها في المحاضرة السابقة لكن هذا ملحق لها. اللي هو تعريف البنوك التجارية. ووضح لأنكم الشرائح طلعت. الشرائح ظهرت. تمام. ما شاء الله زمان كان الشرائح بتتأخر. لكن السنة معناها البرنامج حلو جدا. تعريف البنك البنوك التجارية، أهم أوجه نشاط البنوك التجارية، أنواع البنوك المتخصصة. هي اليوم إن شاء الله هنناقشها مع بعض ثلاث نقاط. ما هو المقصود بالبنوك التجارية؟ يعني إذا جاء تعريف ما هو المقصود بالبنوك التجارية؟ البنوك التجارية هي البنوك التي تقوم بصفة محتادة: واحد، قبول الودائع، قبول ودائع تدفع عند الطلب أو بعد أجل لا يزيد عن سنة. قبول ودائع تدفع عند الطلب أو بعد أجل لا يزيد عن سنة. ودائما يا جماعة الودائع التي تدفع عند الطلب اللي هي دي الودائع الجارية، أو بعد أجل اللي هي دي الودائع يا جماعة لأجل. قبول ودائع تدفع عند الطلب أو بعد أجل، فلذلك لا يزيد عن سنة هذه. فالآن يا جماعة البنوك يمكن أن تقبل منك استثمارات تزيد عن سنة. فدي في السابق كانت فقط الودائع يعني صاحب المرجع أخذ هذا من الأشياء القديمة. قديما يا جماعة قديما كانت البنوك تقبل الودائع الاستثمارية فقط اللي لا تزيد عن سنة، ولكن حديثا الآن يمكن أن بتدفع تقبل الودائع التي تزيد الاستثمارية التي تزيد عن سنة اللي هي الأجل. فنحن نعرف أن البنوك هي التي تقوم بصورة معتادة بقبول الودائع التي تدفع عند الطلب أو بعد أجل. واضح؟ منح القروض تستحق خلال أجل لا يزيد عن سنة. لا، الآن يا جماعة القروض الموجودة عندنا يعني في قروض قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل. اللي هي قروض قصيرة الأجل لا تزيد عن سنة، ودي في السابق. في السابق كانت القروض لأخواني وأخواتي فقط لا تزيد عن سنة فترتها، لكن القروض الآن طويلة الأجل يمكن أن تصل إلى 30 سنة.
اللي هي كالقروض المقدمه بغرض تمويل العقارات وتمويل السيارات مثلا. الاستثمار العقاري او القرض العقاري يمكن ان يزيد عن 30 سنه او 30 سنه، يحصل 30 سنه وهي طويله الاجل. دائما القرض لما تكون يفوت الثلاث سنوات فهذا ما يعتبر قرض ايش؟ طويل المدى. وقالبا لتمويل التجاره، ومن هنا جاءت التسميه، يعني البنوك التجاريه ايضا بتمول لي التجاره، ولذلك سميت البنوك التجاريه. وان كان نطاق تمويلها قد امتد الى قطاعات اقتصاديه اخرى صناعيه وعقاريه. طيب المهم ايضا ما هي اهم اوجه نشاط البنوك التجاريه، ودي مهم جدا. وتنقسم لي الى اثنين يا جماعه، اللي هي اوجه النشاط الاساسي واوجه النشاط الثانوي. الثانوي او الفرعي. يعني دي مهمه جدا. ودائما انا بقول لك مهم معناها خط تحت خط. ما هي اهم اوجه نشاط البنوك التجاريه؟ اولا اوجه النشاط الاساسي. ماذا نقصد باوجه النشاط الاساسي؟ واحد قالوا قبول الودائع في صورة من الصور التالية، ودي أنا حدثت فيها في أول لقاء. قبول الودائع نحن فقط، يعني يمكن أن تقول قبول الودائع. قبول الودائع اللي هي بيقبل لي ودائع تحت الطلب، اللي هي الحساب الجاري، يمكن البنك يفتح لك حساب جاري في أي وقت. أيضا قبول ودائع اللي هي ودائع توفير أو الادخار. وقبول ودائع اللي هي لأجل، بيقول عليها أجل محدد. القبول اللي هو ودائع تحت الطلب او الحساب الجاري، اللي هي يا جماعه انت الان تفتح حساب جاري، ويمكن الاغلبيه عندنا هنا الان او كلكم كل واحد منا عنده حساب جاري في البنك، اللي هو ترجع في اي وقت عاوز وتسحب منه في اي وقت انت شاء، والبنك ما بيعطيك فوائد عليه، لا يعطيك البنك فوائد. اما ودائع صندوق التوفير او الادخار فهنا يا جماعه ايضا بتودع في اي وقت وبتسحب في اي وقت، لكن البنك بيحدد سقف معين للمبلغ الذي تسحبه في سنه، لماذا؟ لانه البنك هنا بيعطيك فائده. والودائع لاجل اللي هي اول ما تجي تودع الوديعه بتاعتك فهنا البنك بيعمل معك عرض. في كم فتره تريد ان تستثمر هذه الاموال؟ اللي هي الودائع لاجل هي الاستثماريه. فمثلا عاوز تستثمر هذه الاموال لفتره بتاعت سنه او سنتين، فالبنك هنا بيعمل معك العرض، وهنا لا يجوز لك ان تسحب من هذا الحساب او يعني جزء منه الا بعد هذه الفتره اللي انت حددتها مع البنك. واضح؟ ودائع تامينات مقابل ضمانات او اعتمادات، ودائع تامينات مقابل ضمانات او اعتمادات، وهذه ما عندنا بها غرض. خلوها الان. طيب. نحن تحدثنا عن قلنا من اوجه نشاط البنك التجاريه اللي هي اولا اوجه النشاط الاساسي، قلنا واحد قبول الودائع. المهم عندنا فيها قبول الودائع بشتى اشكالها الثلاث. اثنين منح القروض في صوره من الصوره التاليه، اللي هي نحن نعرف يا جماعه انه من اوجه النشاط الاساسي اللي هي قبول الودائع واحد، اثنين منح القروض. هذه ايش؟ هذه اوجه نشاط البنك التجاري الاساسيه، اللي هي منح قبول الودائع، اثنين منح القروض، فول ستوب خلاص. الودائع او الاوجه البنوك التجاريه الاساسيه هي منح قبول الودائع ومنح القروض بس خلاص. قبول الودائع اللي هي مثلا يقبل الوديعه الجاريه، وودائع توفير، وودائع لاجل. منح القروض في صوره من الصوره التاليه، اللي هي قروض شخصيه بدون ضمان عيني. يعني البنك يعطيك قرض من دون ما انت تضع رهن، من دون ما ياخذ منك رهن. اللي يقبل عليها القروض الشخصيه. والقرض الشخصي يا جماعه البنك بيعطيك بيعطيك قرض شخصي نسبة لسمعتك الطيبة. نسبة للسمعة الطيبة بتاعت العميل، فالبنك بيعطيك قرض من دون ما ياخذ منك ايش؟ ضمان او رهن بتاع عقار او اي شيء اخر. بيقول عليها قروض شخصيه. فالنوع الثاني من منح القروض اللي هي قروض بضمان بضائع.
سواء كان بضائع او اوراق تجاريه او اوراق ماليه. البنك هنا ياخذ ايش؟ يرهن 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 عنده بعض الاشياء اللي هي سواء كان انت عندك بعض البضائع او عندك مثلا اوراق تجاريه كالشيكات والكمبيالات او اوراق ماليه كالاسهم والسندات. يعني الشيء المهم عندنا انه اوجه النشاط الاساسي هي قبول الودائع ومنح القروض فوسطة. واضح؟ ثانيا اوجه النشاط الفرعي سواء كان الفرعي او الثانوي هي شيء واحد يا جماعة. اذا قلنا اوجه النشاط الفرعي او الثانوي تختلف عن اوجه النشاط الرئيسي او الاساسي. طيب نشوف اوجه النشاط الفرعي او الثانوي اللي هي واحد حفظ الاشياء النفيسه في خزائن الامانات. وماذا نقصد بالاشياء النفيسه؟ يعني الاشياء اللي انت يعني الغاليه مثلا اللي هي فعلا ممتازه يا فيصل ويا سلام اللي هي جماعه الذهب والفضه اللي هي المجوهرات. المجوهرات زي الألماس غالي جدا، الذهب، الفضة. يعني في بعض الأشخاص يا جماعة بعض الأفراد يملكون مثلا أوراق يعني ذهب ومجوهرات بشتى أنواعها ويخافون أنها في المنزل مثلا تسرق. فلذلك على طول أشيل هذه المجوهرات وأعطيها للبنك يحفظها في الخزينة عنده، حفظ الأشياء النفيسة في خزائن الأمانات. والبنك بياخذ منك ايش يا جماعه؟ رسوم اداريه بسيطه جدا جدا. فعنده في صناديق الامانات زي ما قال فيصل، حفظ الامانات او حفظ الاشياء النفيسه في خزائن الامانات. اثنين، من الاوجه النشاط الفرعي تحصيل الشيكات والكمبيالات نيابه عن العميل. يعني البنك يتحصل الشيك نيابه عنك. كيف يتحصل البنك نيابه عن الشيك؟ الشيك يخصني أنا، كيف يتحصل عن البنك؟ خلي بالكم، يعني مثلا واحد منكم عاوز مني مبلغ من المال، واحد من الطلاب اللي موجودين عندنا الآن في التعليم عن بعد عاوز مني مبلغ من المال، مبلغ 100,000 ريال. فأنا على طول بدلا من أروح البنك وأكتب له أصرف المبلغ وأعطيه إياه، فمباشرة كتبت له شيك من المكتب بتاعي. عندي دفتر شيك، كتبت له شيك بالمبلغ اللي عاوزه مني. وانا حسابي مثلا في مصرف الراجحي، وهو او انت حسابك في مثلا اي بنك اخر ليس الراجحي. فبتقوم تشيل الشيك بدلا من ان تروحي بنك الراجحي بتاعي وتصرفيه وتروحي بنك وتودعيه، لا، على طول تعطي الشيك البنك بتاعك، بنك الاهلي مثلا، تعطي الشيك البنك اللي هو حسابك مثلا بنك الاهلي، وانا الشيك بتاعي على الراجحي. فهنا بنك الاهلي يودع لك الشيك بتاعي هذا اللي كتبت له في حسابك، وهو يتحصل نيابه عنك من مصرف الراجحي، واللي هي تحصيل الشيكات والكمبيالات نيابه عن العملاء. واضح يا جماعه؟ اي نعم، يدفع عن العميل ويحول عن العميل، هي موجوده عندنا. طيب تحصيل الشيكات والكمبيالات، والكمبياله معروفه ايضا يا جماعه، هي ايضا اداه دين. انت عاوز دين الشركه اعطتك كمبياله، يمكن على طول تعطيها البنك والبنك يعطيه قيمه الكمبياله وياخذ منك خصم، لكن ونعرف ان شاء الله نعرف هذا الخصم مستقبلا. شراء وبيع الاوراق الماليه حساب العملاء، وايضا هذه من اوجه النشاط الفرعي او الثانوي. البنك يشتري نيابه عنك ما تحتاجه من اوراق ماليه او يبيعها نيابه عنك. شراء وبيع الاوراق الماليه، في بعض الناس يا جماعه يستغلون بالاوراق الماليه. فانا بدلا من اروح البورصه او ابحث او اشوف ما هي الافضل الاسهم والسندات المطروحه، البنك هو يتولى ذلك ويشتري نيابه عني ويودعها في حسابي بمقابل رسوم بسيطه جدا جدا، بدلا من اروح للسماسره وياخذوا مني الرسوم اكثر. شراء وبيع الاوراق الماليه، وايضا البنك يبيع الاوراق الماليه اللي انت اشتريتها قبل فتره. تحويل الاموال للداخل والخارج، هذه ايضا من الاوجه النشاط الفرعي. لمياء قالت عاوزه تعرف
الفرق بين الأوراق المالية والأوراق التجارية. ممتاز يا لمين. الأوراق المالية ما في مشكلة. الأوراق المالية هي اثنين. أوراق المالية شيئين، هي الأسهم والسندات. الأوراق المالية هي الأسهم والسندات، والأوراق التجارية هي الشيكات والكمبيالات. لأن أول شيء نعرف المسمى بتاعها، الأوراق المالية هي أسهم وسندات، والأوراق التجارية هي الكمبيالات والشيكات. طيب ما هي الأسهم وما هي السندات؟ الأسهم يا لمياء يعني مثلا أنت عاوزة يعني تساهمي أو تشتري أسهم من بنك الراشي، فأنت طالما اشتريتي أسهم من بنك الراشي فهنا أنت شريك أو مشاركة بنك الراشي أو مطرف الراشي بأسهم معينة، يعني لك الأحقية في الأرباح اللي بتحصل البنك وتنزلك السالم. ثانيا الأوراق السندات هي أيضا تعتبر أوراق مالية. إذا اشتريت مثلا سندات من أي شركة تعتبر أنت أعطيت الشركة ديون أو دينت الشركة أو أعطيت الشركة قرض، وهنا عندك فوائد أيضا بتجيك من هذه السندات. دي الأوراق المالية. طيب ما هي الأوراق التجارية؟ الأوراق التجارية معروفة، الشيكات والكمبيالات، وهي يا جماعة أداة بتاع الديون. واضح؟ الشيكات والكمبيالات. وضحت يا لينيا؟ طيب تحويل الأموال للداخل والخارج هي من أوجه النشاط الفرعي. الآن من حسابك يا جماعة تقدر تحول من حسابك من حساب البنك، من حسابك الموجود في البنك لأي بنك آخر داخل المملكة مثلا، سواء كان البنك نفسه أو أي بنك آخر، وأيضا يمكن أن تحول للخارج لأي دولة أخرى من حسابك اللي موجود عندك في البنك. وهذه الخدمات بيقدمها البنك اللي هي بيقول عليها نشاط ثانوي. 6-5 بيع وشراء النقد الأجنبي. بيع وشراء النقد الأجنبي. الآن يا جماعة يمكن أنا أحتاج أو مثلا دولار نقد أجنبي، أي عملة ليست الريال، فمباشرة أنا أشيل الريال وأعطيه البنك ويعطيني مقابل مثلا دولار أو أي عملة أخرى. ويمكن أن يكون عندي عملات أخرى، مثلا أنا شغال، أنا الآن سعودي مثلا وشغال في دولة أوروبية، جيت من هناك مثلا بالريال أو جيت مثلا بالدولار، أنا لازم أنا أجيب عملة مختلفة، جبت معي دولار أو جبت معي مثلا يورو أو أي عملة أخرى أجنبية، فهنا مباشرة بعطيها البنك وهو بيعطيني مقابل إيش؟ الريال. فبيع وشراء الأوراق أو بيع وشراء النقد الأجنبي. إدارة الممتلكات نيابة عن العملاء. إدارة الممتلكات نيابة عن العملاء. أيضا يا جماعة في بعض العملاء لا يستطيعون أنهم يعني يديروا ممتلكاتهم، كان في بعض الأشخاص مثلا تقول عنده شركات كثيرة جدا جدا أو مثلا عندي استثمارات، فالبنك يدير هذه الأشياء يعني نيابة عنك. تقديم النصح والإرشاد في المسائل المالية والاستثمارية. أيضا البنك يا جماعة من أوجه النشاط الفرعي أنه يعطيك مثلا ينصحك ويرشدك. مثلا أنا عميل لدى البنك، فرحت للبنك عاوز مثلا أوراق مالية، عاوز مثلا أسهم، والآن مثلا موجودة الأسهم والسندات بتاعة شركات مثلا أرامكو مطروحة، فالبنك هنا يمكن أن يعني مثلا أنا عاوز أسهم من أي شركة أخرى، فالبنك ينصحني يقول لي لا، من الأفضل أن تشتري الآن أسهم مثلا شركة أرامكو، أو تشتري مثلا بدل الأسهم تشتري سندات. فكل هذه جائزة أن البنك ينصح في المسائل المالية والاستثمارية. مثلا عاوز استثمر أموال في شيء معين، البنك لا ينصحك في ذلك، يقول لك هذا ليست يعني في استثمارات أفضل من ذلك. تحصيل الإيجارات يسويها البنك أيضا. نعم البنك يتحصل نيابة عنك الإيجارات ويدفع الإيجارات نيابة عنك ويدفع فاتورة التلفون وكل هذه الأشياء والأقساط بتاعتك، كل هذه الأشياء يمكن يا جماعة تعتبر من أوجه النشاط الفرعي أو الثاني. واضح؟ يعني نحن نعرف نفرق بين اثنين، وحاجينا في الاختبار يقول لك من أوجه النشاط الأساسي للبنوك التجارية أو اللي هي يا جماعة اثنين، قبول الودائع ومنح القروض. أوجه النشاط الفرعي أو الثانوي اللي يحفظ الأشياء النفيسة، تحصيل الشيكات، شراء وبيع الأوراق المالية، شراء وبيع تحويل الأموال،
شراء وبيع وشراء النقد الأجنبي، إدارة امتلاكات نيابة عن العملاء، تقديم النصح والإرشاد، هذه كلها تعتبر من النشاط الفرعي. والاختبار دائما يا جماعة هو سهل وبيعطيك هذه الخيارات، أنت تختار يعني مثلا أنا أجيب لك أقول لك من أوجه النشاط الفرعي للبنوك التجارية ألف، من أوجه النشاط الفرعي للبنوك التجارية ألف مثلا منح القروض، ب قبول الودائع، جيم حفظ الأشياء النفيسة، دال لا شيء ما سبق، فماذا تختار؟ الإجابة الصحيحة هي إيش؟ جيم اللي يحفظ الأشياء النفيسة، نفس الشيء في أقول لك أجيب لك سؤال مثلا أقول لك أوجه النشاط الأساسي للبنوك أو أوجه النشاط الأساسي للبنوك التجارية ألف حفظ الأشياء النفيسة، ب تحصيل الشيكات والكمبيالات نيابة عن العملاء، جيم شراء وبيع الأوراق المالية، دال قبول الودائع، فماذا تختار؟ اللي هي الإجابة إيش؟ قبول الودائع، فهي أوجه النشاط الأساسي للبنوك التجارية. لا بد أن تعرف أوجه النشاط الأساسي هي اثنين فقط، وأوجه النشاط الفرعي. طيب نمشي ثاني، نمشي شوف إيش فيه. خلوا بالك، قال كيف يعطي البنك قروضا بدون ضمانات عينين؟ كيف يعطي البنك العميل قروض من دون ضمانات عينين؟ يعني البنك ما ياخذ منك رهونات. الضمانات مقصود بها ايش يا جماعه؟ الرهن. يعني البنك ياخذ منك بضاعه او ياخذ منك عقار او اي شيء، كيف يعطيك؟ دكتور ما يجي، ما حيجي في اللي تحت الاساسيه، ايش اللي تحت وايش اللي فوق يا سما؟ ما فهمتك. كلها الستة لازم نعرف الأساسية هي اثنين فقط، لا ما يجي عليها يا سما، ممتاز، ما يجي عليها، فقط بيجي على الفوق اللي هي الأصلية وليست الأفرع. يعني مثلا أو لو النشاط الأساسي ما حقول لك مثلا فقط اثنين، احفظ الاثنين فقط، ما عندك دخل بالشرح اللي هي منح القروض وقبول الودائع، الفرعية اللي هي الستة الاخرى. طيب كيف يعطي البنك قروضا بدون ضمانات عينين؟ كيف يعطي البنك قروضا بدون ضمانات عينين؟ واحد، بناء على دراسة وتحليل شخصية العميل صاحب القرض. بناء على دراسة وتحليل شخصية العميل طالب القرض، كيف يا جماعة البنك يعرف الشخصية بتاعتي؟ كيف يعرفها أو يحللها ويعرفها؟ بناء على دراسة وتحليل شخصية العميل طالب القرض. دائما يا جماعة البنك إذا أنا قدمت الآن لقرض لابد أن يجمع بيانات ومعلومات دقيقة عني، لابد أن يعرف معلومات عني. من أين يأتي بالمعلومات؟ فأول شيء إذا أنت مثلا كنت موظف فلا بد أن يطالبك بخطاب من المؤسسة بتاعتك، أيوة، بالتعريف من المؤسسة قبل ما يعطي وافق على البنك، هو بخاطب المؤسسة سرا، بخاطب المؤسسة. فنحن مثلا نحن أعطينا هذا العميل يعني قرض بكذا، فيجب أن لا تعطوه الحقوق بتاعته أو نهاية خدمته قبل أن يسدد الأقساط أو أقساط القروض. فهنا قال لابد البنك أن يجمع بعض المعلومات، واللي هي مثلا أبعاد شخصية العميل طالب القرض من حيث النوع، العمر، دي كلها معروفة طبعا، المستوى العلمي، المستوى الثقافي، الحالة الاجتماعية، الدخل، أهم شيء عندنا الدخل، الالتزام الديني، أسلوب المعيشة، السمعة في السوق، ودي كلها يا جماعة بيعرف البنك. الآن ما إذا خط غلط مثلا من أي مصرف في المملكة، خلاص كل البنوك هتعرف مثلا هذه المعلومات من هذا البنك، وهذه موجودة يا جماعة في مؤسسة النقد. يعني الآن أنت إذا كان خط مثلا البنك قرض من أي بنك من في سما، هذه المعلومات عندك معروفة. إذا أنت مثلا سددت القرض في وقته أو مثلا تماطلت عن هذا البنك الى مثلا فتح فيك بلاغ، والمهم في النهاية اخذ حقه منك، لكن قدمت الى بنك اخر لقرض، فهنا البنك الاخر
حاجه المعلومات ان هذه سهله جدا جدا. واضح يا جماعه؟ قد يكون الضمان الشخصي اقوى بكثير من اي ضمان عيني. الضمان دائما يا جماعه البنوك بتعتمد على الضمان الشخصي او سمعه العميل افضل له من انه تاخذ رهونات او تاخذ يعني ضمانات من العميل. طيب ما هي انواع البنوك المتخصصه؟ تحدثنا عنها. انواع البنوك المتخصصه يمكن تقسيم البنوك المتخصصه الى ثلاثة انواع، اللي هي يا اخواني واخواتي البنوك الصناعيه والبنوك الزراعيه والبنوك العقارية. ثلاثة أنواع البنوك المتخصصة اللي هي مثلا عندنا أول شيء البنوك الصناعية اللي تنشأ بهدف إمداد المشروعات الصناعية بالتمويل طويل الأجل اللازم لشراء الآلات والمعدات الرأسمالية ورأس المال اللازم للتشغيل. الغرض منها تشجيع وكسب المستثمرين لإقامة الصناعات وتقديم النصر والمشورة لهم من خلال جهاز كفء مدرب. دكتور الحين اللي ياخذ قرض ويجيب له كفيل هذا يعتبر بدون ضمان عيني؟ نعم ممتاز. هنا اذا انت جبت شخص اخر كفلك لدى البنك، واذا كان الشخص الاخر مثلا طيب السمعه فهنا هذا افضل ايضا يعتبر بدون ضمان، يعني بدون ضمان عيني. الضمان العيني هو مقصود به يا جماعه انك انت ترهن قطعة ارض او ترهن مثلا يعني اي شيء تملكه، اي شيء تملكه لدى البنك، او مثلا تثبت الراتب عندك، تثبت الراتب للبنك. الكفيل هو شخص وليس يعني رهن. واضح؟ يعني الكفيل اللي انت بتجيبه يضمنك اللي هو الضمان، فهو لابد ان يكون معروف لدى البنك. ممتاز. البنوك الصناعيه يا جماعه احنا نعرفها اللي هي اللي بتمول وبتشجع ايش يا جماعه؟ الصناعه. خلاص هذه واضحه. طيب البنوك الزراعيه تنشا من اجل تنميه الغطاء الزراعي لسد حاجات الافراد من المواد الغذائيه وتوفير المواد الاوليه اللازمه للصناعات ذات العلاقه. اللي هي يا جماعه بتمول لي الزراعة، يعني مختصة فقط بالزراعة وتوفير المواد الأولية اللازمة للصناعات ذات العلاقة أو صناعة لها غرض بالزراعة، بالإضافة إلى النهوض بالمستوى المعيشي لأهل الريف. من أهم وظائفها تقديم الائتمان الزراعي اللازم لشراء الماكينات الزراعية أو الميكنة الزراعية واستصلاح وتحسين الأراضي ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية. الثروة الحيوانية والسمكية أيضا يا جماعة تعتبر إيش؟ من الداخل في تخصصات البنوك الزراعيه. نعم تابعه من وزاره الزراعه. ايوه الغرض منها الزراعه. اللي هو الثروه الحيوانيه والسمكيه تعتبر يا جماعه من توجهات البنوك الزراعيه. يعني هي داخله في اختصاصها. طيب نجي نشوف البنوك العقاريه. والبنوك العقاريه تنشا من اجل تقديم سلف عقاريه بضمان اصيانه. والاصيان معروف معناها ايه؟ اصيان زراعيه اللي هي الاراضي الزراعيه. اراضي الطين معناها ارض زراعيه او ارض خصب للزراعه. تنشا من اجل تقديم سلف او قروض. السلف معناها سلف معناها بيستطيع القرض. سلف عقاريه بضمان اصيان زراعيه. بضمان اصيان زراعيه او اراضي قابله للزراعه او اراضي فوق او عقارات مبنيه. اللي هي الشيخ الشيء اللي انت بتاخذه للارض. من اهم وظائفها تمويل عمليات البناء والانشاء والتعمير، تقديم الخدمات الاستشاريه الخاصه بالعقارات، تسمين الاراضي اللي هي البناء عليها. تسمين الاراضي معناها بناء على الاراضي، بيعها، ادارتها نيابه عن العملاء، التامين عليها، النصح الفني والقانوني والمال العملاء. هي هنا يا جماعه هي البنوك العقاريه، يعني نحن نفهمها لأنها تختص بالأراضي العقار اللي هي العقار سواء كان يعني أرض زراعية أو أرض مثلا جور أو تحويل أرض زراعية إلى عقارية أو مثلا لكلها أعمال تدخل ليه في العقار أو شراء مثلا فيلا أو شراء مثلا عمارة
او تأسيس عمارة او بناء عمارة او وهكذا، كلها تعتبر ايه يا جماعة؟ سلف او قروض عقارية. واضح؟ فنحن هنا كده نكون خلصنا لغاء اليوم اللي هو في هذه الجزئية. مثلا اذا جانا سؤال، اذا جانا سؤال في الاختبار يقول لك مثلا من البنوك المتخصصة ألف، من البنوك المتخصصة ألف مصرف الراكي، باء مصرف الرياض، جيم بنك العقاري، دال مصرف الإنمى. فاللي هنا يا جماعة دائما اللي هو البنوك المتخصصة هي فعلا الإجابة الصحيحة جيم اللي هي البنك العقاري. فهذه الأسئلة في هذه الجزئية تجي بنفس الشيء بنفس الشكل. أو يقول لك مثلا واحد من التالية، واحد من التالية ليست من البنوك المتخصصة، واحد من التالية ليست من البنوك المتخصصة. خلي بالكم معي كويس، يعني مثلا يقول لك البنك الزراعي، ألف باء البنك الزراعي، جيم البنك المركزي، دال البنك الصناعي. واحدة من التالية ليست من إيش؟ من البنوك المتخصصة. فلذلك البنوك المتخصصة هي فعلا الإجابة الصحيحة جيم. فالبنك المركزي هو ليست من البنوك المتخصصة، يعني هو متخصص في شيء معين، فهو بنك للحكومة. ونحن إن شاء الله هنعرفه لاحقا. زي ما ذكرت قبل شوية أيضا الأسئلة اللي بتجي مثلا في أوجه النشاط الأساسية وأوجه النشاط الفرعية في البنوك التجارية، فلا بد أن أيضا أن نفرق بين أوجه النشاط الأساسي وأوجه النشاط الفرعي أو الثاني. أوجه النشاط الأساسي هي الاثنين، أمور الودائع ومنح القروض. أوجه النشاط الفرعي اللي هي جماعة ستة نقاط: حفظ الأمانات، تحصيل الشيكات، شراء وبيع الأوراق المالية، تحويل الأموال لداخل الخارج، شراء وبيع النقد الأجنبي، إدارة الممتلكات نيابة عن العميل، تقديم النصح والمشورة. طيب عندكم سؤال يا جماعة؟ أي سؤال؟ طيب إذا جاء سؤال من النبادي، من النبادي التي تحكم الأعمال، التي تحكم أعمال البنك، من النبادي التي تحكم أعمال البنك اللي هي السرية، إجابة صح ولا خطأ؟ من النبادي التي تحكم أعمال البنك السرية اللي هي جماعة إجابة صح. وأيضا يمكن أقول لكم من المبادئ التي تحكم أعمال البنك حسن المعاملة، هي أيضا إجابة صح. من المبادئ التي تحكم أعمال البنك اللي هي الراحة والسرعة وكثرة الفروع، هي أيضا يمكن أن تأتي أسئلة بهذا الشكل. طيب من الوظائف الرئيسية، من الوظائف الرئيسية للبنوك التجارية، من الوظائف الرئيسية للبنوك التجارية هي قبول الودائع ومنح القروض والاستثمار. قبول الودائع ومنح القروض والاستثمار. الإجابة إيه يا جماعة؟ صح. الإجابة صح. واضح؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم في باقي الفصول إن شاء الله. جزاكم الله ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أن نلتقي في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. وإياكم يا رب. تسلم.